مهندسة نايرة، ده المكان اللي علشان أقيم السد، ده المكان اللي هينقل إن شاء الله الكهرباء المتولدة من السد لباقي أنحاء تنزانيا. على أي أساس صممنا المكان ده؟ بأي قوة، بأي قوة نقل للكهرباء؟ السويتش يارد هي 400 كيلو فولت، هي معمولة علشان تنقل كل الكهرباء اللي هتتولد في التسع تربينات من الباور هاوس للطلوع للخطوط والتوزيع على المدن بيزد على الديستريبيوشن بلان يعني اللي موجودة في الحكومة التنزانية. ده المكان اللي بيجمع كل الكهرباء اللي خارجة ويبتدي يوزعها على دوائر مختلفة بيزد على الأحمال اللي رحلها المدن اللي هي رحلها، اللي هي بنشوفها في صورة أبراج الكهرباء اللي بتبقى موجودة على الطرق عندنا مثلا في الطريق الصحراوي أو كده، دي بتطلع على المدن بيزد على الكاباسيتي بتاعت كل مدينة، ده اللي بيوزعها، ده اللي بيقسم الكهرباء على التقسيمة اللي هي ليها علاقة بالكاباسيتي بتاعت المدن اللي بيطلع التوزيع عليها.